من أول مشوار وهو عارف إنها تيجي اللحظة دي اللي لازم يجهز فيها، عارف إن جمهوره مستنيه، عارف إن مش كل تمريرة هتوصل، عارف إن مش كل فرصة هتبقى هدف، ومش كل مواجهة مضمونة. بس كان عارف إنه مش لوحده. أربع فرق وصلوا للمرحلة النهائية من بطولة كوبا كوكاكولا، وكل لعيب فيهم كان واثق إنه ما يقدرش يفوز من غير فريقه، بس أكيد هيعمل فرق. فريق واحد حقق المستحيل بإصراره وهيسافر لمعسكر أبطال كأس العالم في ألمانيا. ويتدرب على إيد الجهاز الفني اللي وصل منتخب ألمانيا للفوز بكأس العالم 2014. إصرارهم خلاهم أبطال. مع كوبا كوكاكولا مش بعيد تكون انت البطل الجديد.